17 جانفي تم التنصيب الرسمي لهذه اللجنة، والآن يعني نقدر نقول أنها يعني استهلكت شهرا من المدة المحددة لها وهي شهرين، إذن بقي لها شهر كامل وهي مدة كافية لصياغة كل الأفكار والاقتراحات الضرورية في هذا الإطار. حاليا اللجنة بلغت يعني مراحل متقدمة في عملها، وقد نظمنا زيارة لعدد من وسائل الإعلام واطلعوا على المراحل أو على الظروف التي تشتغل فيها هذه اللجنة. عندما أعطي سلاح للسلطة التنفيذية يجب أن أعطي للسلطة الشرعية سلاح مقابل، بهذا سوف تحمى الحريات، لأنه بطغيان سلطة سوف لن يؤدي. وبالتالي ندخل في هذه الاقتراحات بالنسبة للسلطة التنفيذية، وهذا له تأثير قوي، لأنه أنت طلبت مني باش نتكلم عن الحريات والحقوق. الحريات والحقوق لا معنى لها بدون فصل بين سلطات حقيقي وبدون استقلالية تامة للسلطة القضائية. المجتمع الجزائري ماذا يطالب؟ القائمة موجودة، يريد الفعلية والتجسيد في أرض الواقع. الفعلية والتجسيد في أرض الواقع هي عن طريق فتح الأدوات التي تسمح، دولة القانون هي التي توفر سبل كثيرة للتظلم. لابد وأن يتم التوجه في هذا الإطار إلى إحداث ما يسمى بثنائية هذه السلطة التنفيذية من خلال العمل على إعادة إنشاء منصب رئيس الحكومة طبقا لما كان معمولا به في دستور 89، على اعتبار أن هذا المنصب هو ليس منصبا جديدا بالنسبة للنظام السياسي، وإنما تم تجربته والأخذ به، لكن هذه التجربة تم وأدها من خلال تعديلات 2008 للدستور، فتم استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول على اعتبار أنه هذا الأخير أصبح دوره هو دور تنسيقي فقط. إذن هذه التعديل المنتظر. التعديل الثاني هو مراجعة والذي ينجم عن هذا التعديل أو يأتي كنتيجة لهذا التعديل، وهو مراجعة جملة من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية خاصة في المجال التنفيذي وإسنادها طبعا لرئيس الحكومة المنتظر. الدستور يكرس المساواة أمام القضاء وأمام القانون، ويجي القانون يدير برمي كوريج يجي يدير مواطنين من الدرجة الأولى. وشفت ولاحظتوا كذلك المحكمة وين الحقنا، وأنه هناك متهمين عندهم تهم ثقيلة جدا اللي هي تحويل الأموال وغير ذلك، ثم بعد ذلك أصبحنا في تساؤل أين يحاكمون. إذن فهذا الامتياز القضائي لابد وأن ينص عليه الدستور، وأنه ما فيش امتياز، ناس كامل أمام القضاء كيف كيف.